خليني استاذ باسل اعرف من حضرتك كمان برأي حضرتك، يمكن استاذ علي وضح انه مفيش مبرر او مفيش يعني سبب ليه، سواء كان المقاطعة او دعوات لعدم المشاركة، لانه الهدف الاساسي هو المشاركة ايا كانت المشاركة دي، بس هو المشاركة هو الهدف الاساسي. حضرتك كمان شايف هذه الدعوات ازاي؟ البعض بيدعو لهذا، البعض بيقول انه يعني مقولات ما بنسمعها كتير، يعني بنشوفها كتير كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، النتائج زي النتائج محسومة، المشاركة ما منهاش فايدة. حضرتك بتقول ايه الكلام ده؟ عايز اقول لحضرتك الحقيقة، مش بس مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل الاعلام الحقيقة يعني كنا نتعلم منها يوما من الايام الحيادية والمصداقية، وبتحاول انه هي فقط انه هي تقول انه التعديلات الدستورية دي للمادة 140 اللي هي بتختص بمنصب رئيس الجمهورية، واختزلت كل المواد التي تحقق الحقيقة الاهداف والغاية القومية، وتناست معها الأصوات التي لا تريد الاستقرار لمصر، التقدم الذي تحرزه مصر. وأستاذ علي بتحدث على القانون الفرنسي، وأنا من كام يوم كنت في باريس، وشفت احترام المواطن الفرنسي لدستوره، وشفت احترام المواطن الفرنسي للقوانين اللي موجودة عنده، وشفت أن لديهم رؤية ولديهم أهداف قومية. طب لما نيجي نشوف الأهداف القومية التي تحققت خلال السنوات الخمس الماضية، سنجد التنمية، سنجد محاربة الإرهاب. أنا هنا لا أدعو للتصويت بنعم ولا أدعو للتصويت بلا، ولكن أفند الحقائق أمام المواطن الكريم الذي يشاهدنا الآن، وعليه حرية الاختيار، يذهب إلى صندوق الاقتراع ويضلي بصوته إما بنعم للتعديلات الدستورية وإما بلا، لكن أرجوه أن يقرأ التعديلات الدستورية قبل أن يذهب وأن ينصاع إلى أصوات تقول له اذهب وقل نعم أو اذهب وقل لا. يجب قراءة التعديلات الدستورية، ويجب أن يمعن الفكر ويرى ما إذا كانت هذه التعديلات الدستورية في صالح الدولة المصرية، ولا أتحدث عن الدولة كحكومة، أتحدث عن الشعب المصري، لأن هناك رؤى استراتيجية تضعها الدولة وأهداف قومية وغايات قومية تضعها الدولة لتحقيق أمال وطموحات الشعب المصري. الشعب المصري اللي 104 مليون اللي قدامه تحديات، استطاعت الدولة في فترة قصيرة جدا، يمكن ده أنا عايز بقى هرجع بس لفرنسا، لأنه عايز أقول لحضرتك رؤية الجانب الغربي للوضع في مصر شكله إزاي. فهناك تحديات كثيرة جدا أمام المجتمع المصري، بالتالي يجب أن تصاغ أو كانت تعاد صياغة بعض مواد الدستور اللي هم 12 أو التكميلية اللي هم 8 اللي هم تم إقرارهم جداد، اللي هم طبعا متعلقين بالقوات المسلحة واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وما شابه ذلك. لا أريد أن أفند هذه المواد، وبالتالي كل ده بيصب في أهداف وغايات الدولة تريد أن تحققها من تنمية، من محاربة الإرهاب، من استقرار. من يختلف مع الثلاثة فليذهب ويضع صوته بلا، يعني من يختلف مع الثلاث نقاط دول فليذهب ويقول لا، ومن يتفق أن هناك أهداف وتحديات كثيرة جدا أمام الدولة المصرية تريد أن تحققها على مدار الخمس أو العشر سنوات القادمة، فليذهب إلى صندوق الاقتراع وليدلي بصوته. لكن ده اللي أنا عايز أقوله لحضرتك. جزئية تانية، عشان حضرتك بتقولي أنه في أصوات أو في حاجات على الفيسبوك، مش بس الفيسبوك أو مش بس مواقع التواصل الاجتماعي، وسائل الإعلام، الجي 7 اللي هي قمة السبع المفترض أنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي سيشارك فيها في أغسطس القادم في باريس، تتحدث على مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة. وحينما طرحت عليهم أن هناك تعديلات للدستور المصري، رأيت أن الجانب الفرنسي الرسمي يعلم كثيرا عن مواد الدستور، ويعلم كثيرا عن تعديل المواد، ويعلم كثيرا عن الواقع المصري، وبالتالي مصر هي محط أنظار العالم أجمع، لأن قيام مصر هو قيام المنطقة العربية، وبالتالي يجب أن نعي أن التعديلات الدستورية لها أهداف أسمى بكثير جدا من الاختلاف على مواد في مواد الدستور، فنتركها إلى المشرعين. ودي بالك أستاذ علي تحدث على الفئات والعمال، الفلاحين والعمال، هذا اللغط منذ العام 1964 وتم تعديله في العام 2005، وتم تعديله في العام 2010 في انتخابات مجلس الشعب، كان ما كانش مجلس النواب، وما بين مجلس شيوخ ولا مجلس شورى هل هناك اختلاف، يعني الرئيس يحق له تعيين نسبة كبيرة من 180 اللي هم اتفقوا عليهم، فهل إذا كانوا شباب فهل يصلح أن يكون اسمه مجلس شيوخ، يعني كل هذه الاختلافات
انا وجهه نظري انه مفترض ان تنحى جانبا وان نضع الاهداف والغايات القوميه للدوله المصريه نصب اعيننا، لاننا نبني دوله مع الاسف عانت كثيرا وامامها التحديات والتهديدات اكثر. لكن ايه السبب يا استاذ باسل حضرتك بتشوفه في هذه الدعوات، سواء كانت من وسائل الاعلام الغربيه او حتى من مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا قطعا، شوفي قطعا قطعا، ناس كتير جدا، دول كتيره جدا ما كانش في صالحها ما حدث في 30 يونيو، ما كانش في صالحها ان يكون للشعب المصري اراده حره في ان يدلي بصوته، وده يمكن ان يترجم ايضا في الذهاب لصناديق الاستفتاء. ناس كتيره جدا مش شايفه انه والله هذه المواد قد تتوافق معها. ما ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، انه مصر وهي مش شعارات، مصر هي عمود الخيمه للمنطقه العربيه بفعل موقعها الاستراتيجي وفعل القضايا التي تتبناها القضايا العربيه، بفعل علاقتها الدوليه. استطاعت مصر خلال الخمس سنوات الماضيه ان ترسم دوائر للامن القومي العربي والافريقي والاوروبي، ونوعت في السلاح ونوعت في الاقتصاد وبدات ان تنهض اقتصاديا. معدل النمو نحن نتحدث على 5.5، نتحدث على معدل البطاله انخفض ل 9.9، نتحدث على معدل تنميه، نتحدث على استثمارات كبيره في 14 مدينه، نتحدث على 4 انفاق تحت قناه السويس، نتحدث على تسليح، نتحدث على رفاه، نتحدث على مسار، نتحدث على 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 بنيه تحتيه كبيره جدا وضخمه جدا تجذب الاستثمارات. فبالتالي في دول ما كانش من مصلحتها